ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يا الله الله يتكلم عن موسى ما تحب قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين موسى عندما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.